بسم الله يا رب، الله يجعلها خير. عملية اليوم الواحد يا رب انها تعدي على خير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله ايامكم بكل خير. اول شيء يجعلكم ما تشوفون شر في من تحبون يا رب. امس سويت عملية منظار. يوم وصل منظار الحالب بيطلعون الحصى ويفتتون ويطلعون، لقوا الحالب ملتف، يقدرون يدخلون منظار إلى الحصى. ليش؟ لأني أنا تأخرت ما جيت أسوي العملية هذه. كذا دكتور قال لي، كذا مستشفى قال لي أصبر أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، وصلت شهر. يوم جيت عند دكتورة نية في مدينة الملك فهد الطبية قال ليتك ما صبرت، هذا اللي سبب لك التفاف في الحالب على الحصى، فما نقدر نسوي لك شيء الآن عن طريق المنظار. بيسوي لك عملية ثانية بعد 3 أيام، الحين تنوم عندنا، وبعد 3 أيام إن شاء الله نسوي لك عملية الدعامات. رحت قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل 3 أسابيع ل4 دكاترة و3 دكاترة، وكلها يعني حول مدينة الطائف، وكلهم قالوا أصبر أصبر، الحصى بتطيح من كيفها لأنها قريبة من المثانة، الله يكرمكم، في آخر الحالب قريب من المثانة يعني بتنزل. كثر موية، وكثرت موية، شربت بقدونس، شربت بقدونس، بذرة الخلة شربتها، ما خليت عصير تفاح وشربته، بيرة وشربتها، كل شيء سويت. يوم جيت الرياض هنية وروح من مستشفين، مستشفى الأول مستشفى الدلة إذا كنت تعرفونه، قالوا نزلها على طول خلاص لا تخليها لأنها أخذت وقت معك، أخذت شهر، راح نزلها. جيت في مدينة الملك فهد الطبية، يوم شافني الدكتور قال خلاص نسوي عملية، وهذا اللي حصل. لذلك لا تصبر، لا تصبر العملية، لكن هذا قضاء الله وقدره، اللهم لك الحمد، أنا بخير وبصحة وبعافية يا رب لك الحمد. والله يوم تشوف المستشفى تشوف ناس أدوم منك فتحمد الله على العافية، والله أن في خير وفي نعمة، اللهم لك الحمد والشكر. هذه بسيطة حصافة كيف اللي يعاني من أمراض مزمنة، اللهم لك الحمد والشكر. كلها 3 أيام تنوم في المستشفى، وبعدها إن شاء الله يسوون العملية الثانية ونطلع على خير، احنا بخير بإذن الله الواحد الأحد. وجعلكم ما تشوفون شر، جعلكم ما تشوفون شر، لكن إذا حد قال لكم أصبر على العملية ولا كثر بقدونس ولا بذرة خلة خاصة في الحصى، لا تسمعوا كلام مر، راح لأكثر من دكتور، لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، لا أكثر من دكتور. أنا أقول لك صراحة، أنا 3 دكاترة اللي رحت لهم قبل حول مدينة الطائف يعني شوي ضروني، لكن الحمد لله على قضاء الله وقدر. قال لي البقدونس، واللي قال لي بذرة الخلة، واللي قال الزنجبيل، واللي قال الليمون، واللي قال عصير التفاح. أنا بيك تقرب مني، أنت جربت يا طويل العمر ونزلت معك الحصى، ليش تخلي الناس يجربون اللي غيرك؟ يمكن اللي غيرك يا أخي بطنهم يوجعهم أقوى، يمكن الحصى عندهم قوية، يمكن الحصى عندهم مثلي أنا التف الحالب عليها. يعني اللي تجربه أنت وتشوف وصلها عليك لا تعطيها أحد غيرك يا طويل العمر. أنت دكتور، أنت معك شهادة الدكتور، والله يا كثر ما جربت، لكن الحمد لله على قضاء الله وقدر. الصباح بقدونس، الليل بدأت تخلى على تحمل الطعم الحمد لله، بيرة الشعير. وأقول يا جماعة بعض الحين نطرشها، الله يكرمكم، ما أقدر استسيغ الشراب. قال لا كثر ما عليك، إذا طرشت عطى ثاني مرة عشان تنزل، الله لا يعود. تعرفون صحيح الله لا يعود بعض العلاجات الشعبية، والله العظيم إني بس أقول الله